المملكة العربية السعودية بتستحوذ على شركة من أكبر شركات الألعاب في اليابان، والموضوع مهم جدا، والألعاب بتاعتها مش ألعاب قليلة، ألعاب من التقيلة. عايز تعرف إيه الموضوع؟ اعمل سبسكرايب وكمل مع الفيديو. اهلا وسهلا بيك في قناتك فيرست ستيب جيمنج. لو انت اول مره بتتفرج عليا، انا اسمي كريم، بقدم مراجعات عن الالعاب وعن الاجهزه وبنقدم اخبار عن الجيمنج. نورت قناتك يا باشا. الموضوع يا عم كريم، السعوديه خدت شركه وبتاع، السعوديه استحوذت على شركه من اكبر الشركات اليابانيه وهي شركه اس ان كي، وتعالى اعرفك يعني ايه شركه اس ان كي. طب تاريخ الموضوع ايه بقى يا جماعه؟ احنا لازم نفهم التاريخ. نما الى علمي وتواصلت الاخبار وتداولت الاخبار، لان انا ما حصلش ده شخصيا، ان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان كان من عشاق الالعاب الالكترونيه، ومن ضمنهم العاب اس ان كي وجهاز النيو جيو اللي انا نفسي اجيب واحد منه لغايه دلوقتي. لما الناس سالتني نفسك في الجهاز، قلت لهم نفسي في جهاز نيو جيو. شركه اس ان كي ليها تاريخ عريق وعناوين مشهوره جدا، والشركه دي اتاسست في السبعينات على ايد واحد اسمه ايتشيكي كاوازاكي. بصوا، طلع من مسلسل انمي، يعني هو اسمه كده طلع من مسلسل انمي. المهم، الحاج كاوازاكي فضل مالك للشركه دي لحد سنه 2000. الشركه خدت هدر جامد وكانت هتفلس، اشترتها شركه تانية اسمها اروزي. يسكت بقى كاوازاكي؟ قال لك لا، ده شقى عمري. قام عامل شركه تانية اسمها بلاي مور. المهم ان شركه بلاي مور عملت فلوس وراحت استحوذت تاني على اس ان كي، وبقى اسمها بلاي مور اس ان كي. في 2015 تم الاستحواذ على عدد كبير جدا من الاسهم عن طريق شركه صينيه ليدو ميلينيوم. لكن من فتره قريبه برضو، المملكه العربيه السعوديه متمثله في مؤسسه مسك والتابع ليها شركه اي دي جي سي المملوكه لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، اشتروا نسبه 33.1% من الشركه. يسكت بقى هنا؟ لا، كملوا دلوقتي واشتروا ما يقرب من 98% من اصول شركه اس ان كي، وبالتالي شركة اس ان كي بقت مملوكة بالكامل لشركة اي دي جي سي التابعة لمؤسسة مسك، وده في رأيي الشخصي انتصار كبير جدا للجيمنج. تعال بقى اقولك ليه يا باشا هو انتصار كبير جدا للجيمنج، عشان انت مش لو انت مش مدرك اس ان كي عاملة ازاي. فتعال اقولك، اس ان كي شركة من الشركات اللي ما بتنتجش العاب بس، بتنتج العاب ومسلسلات انمي وافلام، وبتنتج الكونسول الشهير جدا وهو النيو جيو، الذي يعد في وقتنا لهذا حتى الان هو اغلى كونسول على الكوكب. لو بنتكلم عن سعر بيع المستهلك للكونسول عادي، هو لا ليميتد اديشن ولا حاجه، اغلى كونسول على الكوكب هو النيو جيو، لو انت عرفت تشتري واحد اصلا. طب ليه بقى يا كريم النيو جيو ده مهم جدا واس ان كي دي مهمه جدا؟ علشان العاب اس ان كي والعاب النيو جيو. ومش هسرد لك كل العاب نيو جيو، انا هدي لك اتنين، والاتنين دول هينوروا في دماغك وهتعرف ان الشركه دي فعلا تقيله جدا. وهي اول لعبه كينج اوف فايترز. كينج اوف فايترز ظهرت لنا في التسعينات، وانا من اوائل الناس اللي لعبتها على الاركيد، ثم بعد كده لما ظهر لنا البلاي ستيشن 1 بدات تنزل على البلاي ستيشن وبدا الاركيد يختفي، واستمر كينج اوف فايترز معانا حتى وقتنا هذا، اللي انت ممكن تروح تشتري لعبه كينج اوف فايترز نسخه البلاي ستيشن 5 ب $60 يا معلم، اللعبه اللي ورايا دي. فكينج اوف فايترز من اعظم العاب القتال التي صنعت في التاريخ، وبيقام عليها مسابقات ومعلمه جامد جدا في الاي سبورتس، لان اللعبه بتقدم تجربه تم اقتباسها من كابكوم بعد كده، وهي تجربه التيم فايتنج، ان 3 قصاد 3 والتيم اللي بيخلص بيكسب. طيب ايه الميزه اللي خلت كينج اوف فايترز من الالعاب القويه والناس بتحبها جدا؟ وهي تنوع المقاتلين، لان المقاتلين اللي موجودين في كينج اوف فايترز او ملك المقاتلين جايين من العاب تانية زي ذا ارت اوف فايتنج اللي مشهوره بريو وروبرت وتاكوما، ولعبه تانية زي لعبه فيتل فيوري. طبعا لو الناس انت ما تعرفش العاب الفايتنج دي يبقى انت فايتك كتير يا باشا يعني. وما وقفتش عند كده، لكن كان في شراكات ما بين كابكوم واس ان كي في اصدار العاب تحت سلسله اس ان كي فيرسس كابكوم، وكانت شخصيات القتال اللي موجوده في اس ان كي ضد شخصيات القتال اللي موجوده في كابكوم، حتى الشخصيات العاديه اللي موجوده في كابكوم. وتخيلوا كده كان كينج فايترز ضد ستريت فايترز. اللعبه دي كانت ممتعه قوي يا جماعه على البلاي ستيشن 1. ولا ننسى في العاب القتال برضو لعبه ساموراي شو داون اللي برضو نزلت لنا على البلاي ستيشن 4 في الفتره الاخيره.
ساموراي شو داون من انتاج اس ان كي. سيبك بقى من العاب القتال، هكلمك عن لعبه بقى هتنور في دماغك على طول، يعني دي بقى اللي انت فعلا عشنا معاه النوستالجيا، دي طفولتك يا حماده. انا لما كنت حماده صغير كده كانت دي طفولتي على الاركيد وحتى على الكونسول المنزلي، وهي لعبه ميتل سلج. وجدير بالذكر عن ميتل سلج يا جماعه، وانا بقلب في التليفون كده امبارح لقيت لعبه ميتل سلج على الاندرويد، قلت اخش اجربها. رجعتني بقى لايام زمان، لعبه ميتل سلج على الموبايل عباره عن تيم فايتنج بالشخصيات بتاعت ميتل سلج الايقونيه، بتعمل لها ابجريد. صراحه اللعبه مسليه جدا ورجعتني لايام النوستالجيا الجميله. ميتل سلج او لعبه حرب الخليج الموجوده على الاندرويد، هسيب لك اللينك بتاعها في الكومنت المتثبت، اعمل لها داونلود مش هتخسر حاجه. ولو عايز تلعبها على الاندرويد او تلعبها على البي سي، اللينك ده برضه هيخدمك مفيش مشكله. بذكر بقى ميتال سلج او لعبه حرب الخليج، احنا كنا بنسميها كده، انا ما اعرفش في الوطن العربي بقى في الكويت والسعوديه ولا ما كنتوا بتسموها ايه، احنا في مصر بنسميها حرب الخليج لان كان فيها مراحل كده تحس ان في الدول العربيه كده وانت راكب الجمل وبتاع. اللعبه تتسم بالكوميديا والاكشن والاركيديه، يعني ده الديفينيشن بتاع الاركيد، وده اللي بيميز اس ان كي، ان العاب اس ان كي بتحطك في مود الاركيد. ميتال سلج بدات معانا من فتره طويله وكان البيك بتاعها بلاي ستيشن 1، البلاي ستيشن 2، البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360. وحاليا انا بلعب العاب ميتال سلج على الاكس بوكس جيم باس لان هي متوفره على الاكس بوكس جيم باس، ده بعيدا عن كل العاب اس ان كي اصلا متوفره على ستور البلاي ستيشن. يعني لو دخلت بلاي ستيشن 4 ودخلت الستور قلبت فيه شويه كده وكتبت كلمه اس ان كي، هيطلع لك العاب كتير جدا من العاب النوستالجيا بتاعت اس ان كي قبل للتنزيل وللشراء، والعاب رخيصه ب $5 وب $6 وب $10 حاجه كده. فانت متخيلين يا جماعه ان دلوقتي في مؤسسه عربيه، شركه عربيه، انا مش سعودي بس ليا الفخر ان انا عربي، استحوذت على حاجه بالحجم ده، فده معناه يا جماعه ان احنا داخلين على تطور كبير جدا في تكنولوجيا الجيمنج. وتعالوا يا جماعه نتكلم وندي كل واحد حقه. المملكه العربيه السعوديه من اكبر الدول في الشرق الاوسط اللي بتدعم الجيمرز وبتدعم مجال الجيمنج. ناس كتير هتختلف معايا وتقول ان في العاب ممنوعه، مش هنخش في السياسه ولا في الايديولوجي ولا في النقاش الديني، احنا ما بنتكلمش في الكلام ده دلوقتي، لكن احنا بنتكلم ازاي المملكه العربيه السعوديه مهتمه جدا باللاعبين، ازاي المملكه العربيه السعوديه مهتمه بالاسواق، ازاي بتقدر توفر الاجهزه، ازاي بلاي ستيشن اريبيا مهتمه بده، ازاي الايفنتات والمباريات اللي بتحصل والاي سبورتس في المملكه العربيه السعوديه. ده بعيدا عن ان في اتجاه شامل وكبير جدا داخل المملكه العربيه السعوديه بتاسيس وانشاء شركات لدخول عالم التكنولوجيا والتطبيقات الرقميه والالعاب الالكترونيه، وده اللي مش موجود في دول كتير. ناس كتير بتسالني يا كريم هو ليه مصر ما عندهاش حاجه زي كده، ده هجاوبك عليه في فيديو تاني لان الموضوع يطول شرحه، لكن لازم يبقى عندك بنيه تحتيه زي ما هي موجوده في المملكه العربيه السعوديه، لازم يكون عندك انترنت قوي، لازم يكون عندك هيئه بتقنن وبتراجع المحتوى الالكتروني، وفي قوانين تجرم سرقه المحتوى الالكتروني، في اعتمادات بنكيه لان في ستور سعودي فنقدر نسحب ونشتري الالعاب من على الستور السعودي. الموضوع يا جماعه مش بسيط. فتحيه تاني للمملكه العربيه السعوديه، الف مبروك عليكم ان شركه يابانيه زي ديت يترفع عليها علم المملكه العربيه السعوديه، وليا الفخر اني عربي. واتمنى يعني لو حد فيكم بيسمعني يعني في اي دي جي سي، يا ريت يا جماعه حاولوا تنتجوا تاني النيو جيو، يا ريت يعاد انتاج واصدار النيو جيو. العاب اس ان كي هنتعرض لها في فيديو تاني، هعمل لكم كل العاب اس ان كي المشهوره عشان تعرفوا حجم الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه وسبب الحماس اللي انا فيه، لان الموضوع جامد جدا جدا. يا ترى رايك ايه في الاستحواذ؟ هل الاستحواذ دوت شايف ان هو مهم وهيضيف للجيمنج في الوطن العربي، ولا شايف ان الاستحواذ ده ملوش لازمه وهو عباره عن استثمار مادي وخلاص؟ رايك يهمني جدا في الكومنتات. لو لسه ما عملتش اشتراك هزعل منك. نورت قناتك فيرست ستيب جيمنج، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، مع السلامه.